خرج المئات من المواطنين في محافظة تعز في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية في غزة، وعبر المتظاهرون عن غضبهم تجاه التخاذل العربي والتواطؤ الغربي الواضح مع الكيان الصهيوني، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات المؤيدة للمقاومة. في هذا اليوم المبارك نحن لم نخرج إلا لهدف كبير وعظيم، هو نصرة للقضية الفلسطينية، نصرة للشعب الفلسطيني، نصرة لغزة، لأن قضيتهم هي قضيتنا جميعا، نحن كعرب ومسلمين إنها هي قضية الجميع. خرجنا مساندة لإخواننا في أرض الرباط، في أرض فلسطين، في أرض غزة، نقول لهم سيروا والله معكم ولن يتركم أعمالكم، والشعب اليمني كله من أقصاه إلى أدناه معكم ومع القضية الفلسطينية. تعز كالعادة خرجت لتعبر عن مشاعرها ولتعبر عن فوران دمها تجاه ما يحدث في إخواننا في غزة. ما يحدث في غزة هو وصمة عار بالنسبة لإخواننا العرب. طبعا الأمل الوحيد لغزة ولاستعادة القدس، الأمل الوحيد لاستعادة مجد الأمة الإسلامية هم كتائب القسام.